حياكم الله متابعيني، يا هلا فيكم. طبعا تسمعون صوت الكلاب لأني بقول لكم حاجة يا متابعيني، أو بنبهكم على نقطة معينة. القصة أنا ما أقولها يعني مباشرة في الليل، أنا أقولها في الصباح وأحفظها عندي وأنزلها في الليل علشان يكون يعني الجو هدوء واللي في البيت نايمين، فعشان كذا تسمعون صوت الكلاب تنابح. المهم اسمعوا قصتنا الليلة، قصة مميزة وشيقة راح تعجبكم. هذا واحد يحكي قصته قبل 20 سنة. يقول أنا تزوجت، طبعا زوجته، يقول قبل الزواج يقول ما شفتها ولا كلمتها ولا أعرفها. يقول هذا دلنا واللي حولي نفس الشيء، يقولوا وأهلي يمدحونها، ويقول رسمتها بصورة معينة خلاص. يوم جاء ليلة الزواج يقول انصدمت من شكلها، ما عجبتني مرة، مو زي ما توقعتها ونفس الصورة اللي أنا. يقول ما حسيت بأي شعور تجاهها، يقولوا جاني نفور منها، مع أني يقول كنت مرتبة أروح أنا وياها الشرقية أسبوع شهر عسل، وقايل أخوها أني بمشيها ثاني يوم من الزواج. يقول طبعا قلت ما بي عزايم ولا ارتباطات على هالأساس، كانت هي طبعا ضعيفة مرتبة شنطتها علشان السفرة. يقول أنا ما ارتحت لها مرة ولا أبغى أسافر معها، يقول حتى ما أشتهي إني ناظرها. يقول طبعا طلعت من البيت صباحية الزواج، يقول دقيت على واحد من أصحابي من الكابينة، زمان ما كان في جوالات. طبعا قلت له أنا بروح البيت ودق علي أبغى يسوي خطة. قلت له دق علي بعد ساعة وقول لي إن واحد من أصدقائنا فلان سوى حادث ومات، عشان أحزن وبطني ما سافر مع زوجتي. يقول وأطلع من البيت بسهولة فيقول إذا كملت طبعا الخطة بقول له، تقول له وين طالع؟ بقول له أنا طالع من البيت وزميلي توفى وبحط نفسي حزين. يقول مهم إني اشتريت فطور ورحت البيت وسويت شاهي وجلسنا نفطر. يقول انتظر صديقي يدق علي، يقول أنا على أحر من الجمر. يقول أخيرا دق علي، يقول أنا أرد بحماس. يقول ألو، وكان يقول معي كاسة الشاهي في يدي، يقول توي صابة حارة مرة. يقول قلت هلا أبو عابد. يقول عاد هو يعني سبحان الله، يقول زميلي طبق الدور مرة، يقول قال كذا وكذا. يقول أنا صحت من يعني الفجع أن صديقي ميت. يقول أني تفاجأت واهتزيت، سبحان الله اهتزت يدي. يقول ما حسيت إلا أن الشاهي يصب على رجلي، انكب على رجلي على ساقه. يقول هنا صرخت صرخة قوية مرة وصك السماعة، ويقول هي كانت قاعدة قدامي. يقول تجي بسرعة وتشوف الحرق وتقول بسم الله عليك وتروح. يقول تروح وتجيب موية باردة وتكبها على رجلي، يقول بحنية، وتقول وش فيك من كلمك؟ يقول لها صديقي مات. يقول جلست تواسيني ومعليش والدنيا كذا. يقول صوتها واسلوبها يقول دخل قلبي على طول. يقول ما ادري وش جاني، تغيرت 180 درجة. يقول حبيته بكل ما فيني. يقول ربي قذف حبه بقلبي. يقول من اول ما بدت تسمي علي وتواسيني. يقول روحها سبحان الله عانقت روحي، قالت خلاص بروح بس عبايتي نروح الصيدلية نجيب كريم لرجلك وتوديني اهلي، وقالت توديني اهلي وروح شفها صديقك وقف معهم، انا مقدرة وضعك. يقول قلت أنت عروس وكذا وصفرتنا، قالت عادي أنا مقدرة حزنك على صديقك. قلت يا بنت الحلال مات خلاص، لو رحت معهم ما راح يرجع. المهم يقول خذنا شناطنا ومرينا الصيدلية ورحنا الشرقية، وأحلى أسبوع عسل مر علي في حياتي، وهالحين هي أم عيالي وشريكة عمري وحبيبتي. فسبحان الله، فالاستفادة من هذه القصة إن مو لازم محبة تكون من أول نظرة بين الزوجين، ترى مع العشرة مع الحب والمودة راح إن شاء الله تستمر الحياة، وراح يكبر حبكم إلى الأبد إن شاء الله. فالواحد ما يستعجل على طول، فالحب الروح طبعا حب الروح هو الحب الحقيقي صح. فالله يوفق كل زوجين، واللي بيتزوجون الله يوفقهم، واللي يتزوجوا الله يسعدهم سعادة دائمة يا رب، ولا ينكد لا علينا ولا عليكم يا رب، وتصبحون على ألف خير. فاللي تعجبها طبعا القصة يضغط على الشاشة ويرسل على المجموعة اللي عنده، والله يسعدكم يا رب.